لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. يا رسول الله نينكي مركا انتو كنايو وإقرعا قول يا حاسسكينا حق أي إذن كليهين إذن كان حق أي كليهين وإمامة النبي صلى الله عليه وسلم أيضو كدعوني سو زوجك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والهلال ميرب وادنك جوكتان وغلالكين أبو محمد عبدو محمد يوسف إيو ولا شينا أم مريمة إن شاء الله ولا ليال ما أنتوا حالين سو قبين دونا موضوع عاد مهم وا موضوع عصو كساب سن لو ذو قفوت نروش كده حيسو زوجك يا زوجة ذا وحارنا مركن يدين سو قبينه حق اللي يقول هي نينك يحاس كيس كل هذا هاي إيوه حاس ك نينك هذا حق أي كل هذا هاي إن شاء الله ولا ليال مركا وحدين سو قبين دونا ما أنت نينك حق او كل يهي حاس كيسا وحنا دين سو قد بين دونو انيغا ايو ام مريما مركا سؤال ايان ويدين دونا ام مريما سي او نوغا جوابتو حق او نينك كل يهي حاس كيسا ان شاء الله ام مريما اديان كو يدين دونا نينك حاس كيسا حق او كل يهي اما حقوق دا ايايدا لولي يهي سادراد مركا وامحي نينك حاس كيسا حق او كل يهي أبو محمد سؤال شئ وين سي هذا وانت هاي بس هو حن اسكت ده يا إن أنك جمع سؤال شئ سيتي وأنا إنك حاس كي سحقه كله هاي عاد أي وانت هاي وأنا فربنا تهاي أفكو إلهي أفضل ده يا أنا كصعب حكره إن شاء الله حقوق ده أي وكله هاي إنك حاس كي سعمد مد أيام كوسو قد بنايا وام حي مركا إن حق أهريه وإنك حاس كي سكله هاي إن حق أوهره وننكو كلية هاي حاسكي سو حواي مرك أوهره سوا إني أدعى سوج كذا وحلو بهاي هاي إني أدعى سوج كذا أيكو أدعى وحول البو إلى هيرا لك يا هاي سوبتو إن مرك أي أدعى سنة ما أهان إني تهاي دلني مو وينكا إني أدعى إلى هاي أب واجب كارجع وحنا لو بهاي هاي إن هذا كو أدعى مع سيد إلهي لكن وحب البو إلهي رالك يهي إنا كو أدعي دايا لباهي يهي سادرادت إلهي قرآن كسوحو كليه فإن أضعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا حدي إذن أضيعان حاسسكينا هكورها السنين ودوهين كليتو وإلهي بالظلم كما أقولو حدي كو أدعي حاسكاها وإنا أدغنا ودوهين كلا أذن كورها السنين أرالي أكون قطاع أدعيتان إنا ميشي على إيالو باهي هاي ناكتان إنا إنين كيدا أدعيتو سيدوك النبي صلى الله عليه وسلم أسيو نوشيغايو نينكا حاسكي سحاق وكولي وينين كيدا أسيو نوشيغايو وكولي هاي لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ورسولك وحولي هاي هدان أمر لهاي أحد إنو أحد كالو أسجودو وحن أمر لهاي هواني ذي إني أسجوده ننكيضا تاسنو يحكو تسيسا إنو ننكو أقولي حاسكي سا حق أدوين سيدوك النبي صلى الله عليه وسلم وحكو لارتي إغيسو وحو ليهي والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها أجيب وحو ليهي النبي صلى الله عليه وسلم وحنكو لارتي الله نفسدي ذي عنتي سكجرت أيان كل أرتي مجد تهوين إذا حق ربي كذا إلا أي جدته حقا إن كذا الله أرنكاس أرنكاسيتي أرن يرمعهن وحلا سهل سدنا معهن ووحد وين مرك هوين إذا إن كذا حق وكليه هاي هذا يوين هاي رسول صلى الله عليه وسلم نوحليه هاي مجدنيسو حق ربي كذا إلا أي جدته حقا إن كذا مرك هواين إذا وحلوق بعينها إن أي جدته حقا إن كذا أنت أي أودي كرتو إن أي حق إن كذا أي جدته حلو بعينها إن أي كسر بحث حقا إن كذا أي جدته ربنا أي كلمة ويديسته سإلهي وكلمة إن أي جدته حقا إن كذا وكليه هاي تحسن وعمد قواد ولوق بعينها هواين إذا إن أي جدته واي هاي تاسوا ميد كواتو اني اطيعو زوج كينا صحيح اوكي حق لوات ونينك حاسكي زكولي هاي وام حي ميد كوات وام فهمني حق لوات نو حواي ان
haweeneyda haduu ugu yarta ninkeeda xagga firaashka waa inay gudataa. Min xadiis abi hurayrata radiallahu canhu ana nabiy sala allahu calayhi wasalam إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رسولك صلى الله عليه وسلم حليه حديها بين إذا وعد ننك إذا فراشك أي دي دو أسقو حناقصن وكسح دو وحال لعنتها يو ملائكة إلا أي كوا بريستو كورن هبينك يو لعنتها دي كوغو سعطو haddaysan jirin wax cudur daar oo sharci ah, habeenkii oo dhan waxaa kugu dhacaayo lacnad, waxaana ku lacnadayso malaa'igta ilaa waaga uu ka baryo. Arrintaasna halisteeda ayay leedahay. Marka waxaa loo baahan yahay haweeneyda haddaysan cudur daar sharci uusan jirin inay ninkeeda adeecdo, ay dhinacaasna ay ku adeecdo. Kaasina waa xaqa labaad ee loogu baahan yahay inay gudata haweeneyda. إن ما شاء الله إن حقي كودان فهني وأهنيك حاسكيسة إني أطيع ذو حق لوادنا حدو أفراشك أو يرتو إني أكو أطيع ذو أيضا حدي أديدنا اللي عند ملائكة كرك اللي هاني سو هويك سولم وحق لواد حد أبو وام حي حق سدحات الأولي هي نينك حاسكيسة أكلي هي وام حي حق سدحات حق سدحات إيه وين إذا نينك هذا أكلي هي نوحة كم إيه inay ilaaliso sharaftiisa, cirdigiisa, ayadana sharafteeda ay ilaaliso. Waayo sharafteeda hadday ilaaliso, waxaa ilaalsamaayo tan ninkeeda iyo tan caruurteeda iyo tan reerkeedaba. Sababtoo ah ceebta soo gaarta ayada waxay saameysaa reerkeeda, ayay saameysaa ninkeeda, caruurteeda iyo familkeeda dhan ayay saameysaa. Marka waxaa loo baahan yahay inay ilaaliso sharafteeda iyo sharafta ninkeedaba. Sadaradeeda Ilaahay Qur'aankiisa wuxuu ku leeyahay fasaalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilgaybi bimaa xafida Allah. Ilaahay wuxuu leeyahay haweenka saalixaadka ah waa kuwa adeeco nimankooda, ilaaliyana sharafkooda iyo cirdigooda markay guryahooda ka maqan yihiin. Oo ninkeeda markuu maqan yahay waxay ilaalisaa sharaftiisa. Sharaftiisana waxaa ka mid ah sharafteeda oo markuu gurigiisa ka maqan yahay ayay ilaalisaa oo looma dib maro gurigiisa. Waa mid xafida markuusan joogin. Ilaahay sidaas ayuu ku tilmaamayaa. Sidoo kale nabiga sallallahu calayhi wasallamna wuxuu leeyahay inna lakum min nisaa'ikum xaqaa walinisaa'ikum calaykum xaqaa faamaa xaqukum calaa nisaa'ikum فلا يؤذين فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. نبي صلى الله عليه وسلم حليه حاسسكينا حق أي إذن كليهين إذن كان حق أي كليهين حق أي كليهين حاسسكينا وحاكمت إيه إنيسان أغلانين قوغشينا أما إيسان أغلين فراشكينا إد أكراهي سنسين iyo inaysan u idmin guryihiina cid aan necbaysanaysaan. Sadaraaddeeda marka waxaa lagaaga baahan yahay inaadan u ogolaanin ama aadan u idmin soojkaaga gurigiisa cid uu garaahaysanayo inaadan u idmin ayaa lagaaga baahan yahay. Sidoo kale habeenka wanaagsan markuu ka hadlayay nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahayay khayru nisaa'i man tasurruka idaa absarta wa tudiicuka idaa amarta وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك. نبي صلى الله عليه وسلم حداي دمرك وحا اوغو خير بدن مد مرك اد فيرست كو فرح جلسو مرك اد امرتنا كو اديعدو مرك اد مقنتهينا الى لسو نفتهدا يو مالكا غبا. الله اله دمرك نو وناجي امين يا رب. ما شاء الله كاس وقلبك سدحت hadda waxa ugu beena qodobkii afaraad oo ah ninka xaaskiisa xaq uu ku leeyahay. Maxuu Maryama waa maxay xaqa afaraad oo ninka xaaskiisa ku leeyahay? Xaqa afaraad oo ninka ku leeyahay xaaskiisa waxaa ka mid ah inaysan ka bixin gurigeeda ilaa idinkiisa mooye. Ninkaaga inaad ka amar qaadatid oo markaa gurigaaga ka bixiso inaad ka amar qaadatid ayaa loo baahan yahay. Ay u sheegto meeshay aadayso,
waxaana la diidayaa inaad iska baxbaxdid. Meesha aad aadaysidna ha noqoto meel dan iyo daruuri ay kuu geysay. Inaad iska baxbaxdid looma baahno. Ninkaagana marka aad bixiso waxaa loo baahan yahay inaad u sheegtid. Mar walba aad u sheegayso meesha aad aadaysidna wuu kugu farxayaa, waayo wuxuu dareemayaa inaad jeceshahay, aad xushmeynaysid, aana ixtiraamaysid, aana tahay qof Rabbigeeda iyo Rasuulkeedaba adeecsan. Waayo Ilaahay Qur'aankiisu wuxuu ku leeyahay وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إلى قرآنك سحوك لي هاي هاوينك إني قريه ذوك السغنابان أيسن صابحن هدي صابحن إني إس أستران أيسن كصابحن سيد جاهلين تهر أيك صابح جرين أيغو قاون سادراد ذا قريقاك إناد كسغناتد وشرفت هذا haddii aad kasoo bixisidna adigoo asturan inaad kasoo baxdid waa sharaftaada. Marka waxaa laga doonayaa inaad sharaftaada ilaalisid, gurigaagana aad kasoo bixin sawjkaaga amar la'aantiisa. Maasha Allah, taasina waa qodobkii afaraad ee lagu leeyahay ninka xaaskiisa uu ku leeyahay ama xuquuqdiisa ay tahay inaysan gurigiisa kasoo baxin idin la'aantiisa. Ummu Maryama, waa maxay qodobka shanaad ee lagu leeyahay ninka xaskiisa uu ku leeyahay ama xaqa uu ku leeyahay waa maxay? Qodobka shanaad ama xaqa shanaad uu ku leeyahay ninka xaskiisa waxaa ka mid ah inaysan soomin soon sunna ah ninkeeda uu joogo, ama amar la'aantiisa aysan soomin asagoo u idmin inaysan soomin soon sunna ah. Sidoo kale Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay laa yaxillu limra'atin أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. النبي صلى الله عليه وسلم حليه هاي هوين إذا أمبنانو إني صنطو صن صنعه ننكيذو جوغو إلا إذن كيسا ماهيني إلا أساق أو إدم ماهيني مصومي كارتا يوليه هاي إن هدو أدي صنطو كورا وحالقيا واننكيذ إنو أباهيني هاي صنك إسو ميسنا وصن صنعه ninkeedana baahidu u baahan yahay waa mid waajib ah oo farad ku ah. Marka haddii sunna iyo waajib isku hor imaadaana waajibka ayaa la hormarinayaa. Marka sidaas darteeda ma soomi karto soon sunna ah. Haweeney ayaa u imaatay Nabiga sallallahu calayhi wasallam ayadoo ka dacwoonayso zawjkeeda. Maxay u dacwoonaysay marka ayda? Waxay tiri, yaa Rasuulallah, ninkeyga markaan tukanayo wuu igaraacaa. Markii aan soomana soonka wuu iga furaa. Hurdadana kama soo kaco ilaa oraxda ay kasoo baxdo. Sababtu waa maxay marka? Sababta ayaa waxay tahay Nabigu wuu u kala garqaabay ayada iyo ninkeeda. Ninkeeda wuxuu dhahay, yaa Rasuulallah, waxaan u qaraacaa laba suurad oo qur-aanka aan ka garanayo ayay iga akhrisataa markay tukanayso. Anigana wax kale ma ka saaya, labada suurad oo kale ayaan ka saayaa. Saas daraaddeeda ayaan u garaacaa inaysan iiga tukanin. Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay, labada suurad hal suurad haddaa akhrisatid ayaa ku kaafinayso, adiga oo kalina ma ahane, qalqiga oo dhan ayay kaafisaa halkaas suurad. Midda labaadna waxay ahayd, hurdada kama soo kaco ilaa oraxda ay soo baxdo. Asagana wuxuu ku jawaabay, yaa Rasuulallah, aniga keligeen ma ahane, qabiilkeena oo dhan ayaa wareer hurdo weyne ah oo hurdada kama soo kacaan ilaa oraxda ay kasoo baxdo. Nabigana wuxuu dhahay sallallahu calayhi wasallam, markaa soo kacdid tuka waayahe. Midda saddexaad ayaa waxay tahay, haddaan soomo soonka wuu iga furaa. Asagana wuxuu ku jawaabay, ninkeeda wuxuu ku jawaabay, yaa Rasuulallah, markasta ayadu way sooman tahay, anigana waa u baahanahay. Saas daraaddiis ayaan uga furaa soonka. Soonka ay soomaysana waa soon sunna ah. Ma aan soon waajib ah. Kadib Nabigu wuxuu dhahay sallallahu calayhi wasallam. Wuxuu ku dhahay, ma soomi kartid soon sunna ah ninkaaga oo joogo ilaa uu ku idmo maahine. Taasina wuu uga garxelay. Nabigana sidaas ayuu labadooda uu garqaaday oo dhexdooda u galay. Saa daraaddeeda, ha soomin soon sunna ah ninkaaga oo kuu idmin. Waa inaad u sheegtaa hadduu kula joogo waxaad tiraahdaa, biri inaan soomo ayaan u baahanahay soon sunna ah. Ilaan soonka waajib ma ahan, waa sunno.
haduu safar jirana waaba sidii loo baahnaay waa soomi kartaa. Marka waxaa loo baahan yahay inaa ninkaaga aa idin weydiisato mar walba iyo xaalad walba aa ku sugan tahay si aa isku waafaqdeen labadiina. Insha allah marka walaalayaal, oo Maryam waxay inoo soo gudbisay xuquuqda lagu leeyahay ninka xaaskiisa shan arrimood ayaa noogu sheegtay. Insha allah marka walaalayaal, waynu sii wadi doonaa xuquuqda lagu leeyahay xaaska. Saa daraaddeed marka muuqaalkani inta ayuu noogu ekaanaya, waynu sii wadi doonaa, waxaanu ku dhammayn doonaa muuqaalka dambe ee soo socda. Inta aynu muuqaalkan muuqaalkii sixiga ee dib ugu kulmi doono, waxaa idin leenahay ya ibna aadam عش ما شئت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس هذا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله قفك إيغو قل داما قادر كان أقيليا